السلام عليكم، انا يونس النازي، كنسكن في مدينه مرسين، مصاب بسرطان المنشوره. كنعاني ظروف صعيبه ماديه معنويه صحيه، ما كنصبرش حتى باش نخلص الكرا بعد العيان، وباش ناكل وباش نشرب. ما كنصبرش باش نتنقل حتى التنقل لمدينه طنجه باش نتداوى. وكنطلب من الناس المحسنين يساعدوني، من رئيس المجلس البلدي ديال مدينه مرسين، باش يشوف من الحاله ديالي. وهذا الشيء اللي كاين اخوان، والحاله ديالي نتوما كتشوفوها، كل شيء على عينكم، زعجع حاجه ما نخفيها عليكم. الله يجازيكم بخير المحسنين، ساعدوني، انا كنمر بظروف صعيبه ماديه ومعنويه وصحيه. ارحم الوالدين، اللي شاف هاد المنشوره هذا يساعدني، نمره الهاتف غتكون عندكم ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين اخوان، هادي عامين تقريبا وانا كنعاني من داك السرطان، كنعاني ظروف صعيبه بزاف هاد الشيء.